أصدقائنا ومتابعي آرارات السياحة. اليوم 9 مايو من عام 2017 من أمام نصب الأم أرمينيا. اليوم يصادف ذكرى النصب دول التحالف على الألمان بالحرب العالمية الثانية، وكل عام في مثل هذا اليوم الاحتفالات تكون بهذه المنطقة. راح نصور لكم مشاهد من هذه الاحتفالات، ونفس اليوم يصادف يوم تحرير مدينة شوشي من أذربيجان. راح نصور لكم بعض اللقطات أصدقائنا الأعزاء. هذا النصب اللي أنا متأكد مو 99% 100% من كل السواح اللي حضروا أربينيا وإحنا رافقناهم قاموا بزيارة هذا المكان، لكن ما كان بهذا الحضور من الجماهير. أمامنا نشوف، راح نقرب بعد شوية، احتفالات موسيقى عسكرية، ومن هنا نشاهد جبل أرارات بقمتيها سيس وما سيس. ولو أن الجو غائم قليلا، أحسن منطقة باليريفان لمشاهدة جبل أرارات هي هذه المنطقة. احنا نشاهد أمامنا شارع ماشدوت ودار الأوبرا، تقريبا معظم مدينة يريفان يمكن مشاهدته من هذه المنطقة. هنا نشاهد مجاميع يمثلون المنظمات وبعض الأحزاب يحضرون هنا لوضع أكاليل الزهور وباقات الزهور على النصب التذكاري. النار طول اليوم وطول السنة مشتعل، اللي تمثل النار الأزلية. الفرقة العسكرية يقدمون بعض الأغاني الوطنية. الجروب اللي معانا عجبهم السماء، ولذلك راح نصور لكم سماء أرمينيا في هذا اليوم. هذه الأسلحة اللي نشوفها هنا، الدبابة وهذه المتبعية وهذا الصاروخ، وفي الجانب الآخر الراجمة والطائرة، هي هذه الأسلحة اللي استخدمت في الحرب العالمية الثانية. وهنا أحد المقاتلين القدماء
اللي اكيد هم من المشتركين في الحرب العالمية الثانية. استذكارا لهذا اليوم يحملون انواطهم. في هذه الخيم ينصبوها يسوون بها وجبات طعام اللي كانوا يقدموها للجيش في ذاك الوقت، فعلى نفس طريقة ويقدموها. إذا نريد نروح هناك مثلا ندخل جوا نقدر نستفاد منهم، يعطونا الأكل العسكري. هذه الطائرة اللي قلنا اللي كانت تستخدم أيام الحرب. لدينا تقرير مفصل حول النصب أم أرمينيا تبحثوا على اليوتيوب من خلال قناتنا غرارات للسياحة، ونرجوكم إذا أعجبكم تقاريرنا أن تضغطوا سبسكرايب واللايك ليصلكم كل ما ننشره من تقارير عن جمهورية أرمينيا.